اول شيء عملنا دريسنج، اضفنا الخل البلسمي مع زيت الزيتون خلطناه مع بعض، ضبطنا الملح والفلفل، بعدين اضفنا ما تبقى من المواد خلطناه مع بعض وقدمناه وصحتين وعافيه. سلطه البندوره الكرزيه مع الافوكادو اكيد والجبنه، بدنا نص كيلو بندوره كرزيه مقطع الى قطعتين كل حبه، وبدنا ثلاث حبات او حبتين افوكادو قشرين مقطعين، جبنه موتزاريلا مكعبات تقريبا الكوب، اوراق ريحان مفروم او زي ما هو، وبصله مقطعه. بالنسبه للدريسنج بدنا نسويه اليوم مع الخل البلسمي ربع كوب ربع كوب مع الزيت، وبدنا كمان ثوم مفروم، وبدنا اكيد ملح وفلفل. تمام. انا هسه عم بقطع قاعد شويه افوكادو. ذكرت اسمه هذا، ايش اسمه؟ الزعرور. ايوه كانوا يسموه زعرور وللان مش كانوا للان وهو طبعا العناب اللي هو الزعرور. صح. بنضيف خل بلسمي، بنضيف فلفل اسود، بنضيف من هالملح. البندوره الكرزية الان موسمها ورخيصه جدا وزاكيه وفيها طعم البندوره الاصلي، الحلاوه، الحلاوه الزاكيه، الحموضه والحلاوه. زيت زيتون طبعا، يا سلام. الآن نبدأ بإضافة أول شيء البصل. بصل أحمر؟ لازم الأحمر. احنا اتفقنا أنه السلطة أحمر أسمر بدها ألوان. عندي البندورة الكرزية، خلط، المنظر محلاه حبايبنا تطلعوا، يا سلام. ناخذ الافوكادو، نضيفه كمان على السلطه، اوراق الريحان هون حاضره، ناخذ شوية جبنة وناخذ شوية جبنة نحطهم على الوجه كمان. ايش اخترت نوع جبنة؟ طبعا موتزاريلا. موتزاريلا طبعا، انت بتحكي قاعدة عن طبق ايطالي هذا.